الشعب الجزائري على هذه المناسبة الكريمة، متمنيا من الله العلي القدير أن يعود علينا باليوم والبركات المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. نحن الجيش الوطني الشعبي في حماية الشريط الحدودي. أنا كفرد من الجيش الوطني الشعبي أضحي بنفسي ومن أجل الوطن ومن أجل أمن واستقرار البلاد. باسمي وباسم أفراد الجيش الوطني الشعبي أهنئ الشعب الجزائري بأمن التقدم والازدهار للبلاد وتحيا الجزائر. نقدم بتهانينا إلى كافة الشعب الجزائري من مشارق الأرض ومغاربها بأحر التهاني وأطيب التماني، وكل عام الشعب الجزائري بخير، ونتمنى الأمن والاستقرار إن شاء الله للبلاد. باسمي وباسم جميع أفراد الجيش الوطني الشعبي نتقدم بهذه المناسبة تحياتي لجميع أبناء الشعب الجزائري راجين من المولى القدير أن يعيدها علينا باليمن واليسر والبركة. أتقدم باسمي وباسم جميع أفراد الجيش الوطني الشعبي العاملين معي إلى الشعب الجزائري خاصة وإلى الأمة العربية والإسلامية جمعاء بأحر التهاني وأطيب الأمنيات، راجيا من المولى عز وجل أن يعيده علينا باليمن والبركات وأن يمن على وطننا الغالي بالأمن والاستقرار دائما. أتقدم بأحر التهاني باسمي وباسم أفراد الجيش الوطني الشعبي إلى جميع الشعب الجزائري، وبرب إن شاء الله ينعاد عليهم بالصحة والهنا، ورانا في الميدان وما زلنا واقفين على هذه البلاد، وبربي إن شاء الله نطهروها من جميع بقايا فلول الجماعات الإرهابية.